هل يجوز جمع الظهر والعصر بدون عذر؟ لا، ليس بدون عذر مطلقا، بدون عذر من خوف ولا مرض ولا مطر، لأعذار أخر للضرورات. هذا رأي الجمهور. ومن العلماء من حمل الحديث على ظاهره، لكن هو الحديث لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء سبعا وثمانيا، يعني ثلاث ركعات وأربع ركعات العشاء، ثلاث المغرب وأربع العشاء، وصلى الظهر أربعا والعصر أربعا بعدها من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر، أو ثلاثة منها. فسئل ابن عباس عن ذلك، قيل لعله ألا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك. فمن العلماء من يحمل هذا الحديث على الجمع الصوري، بمعنى أن النبي أخر الظهر إلى آخر وقته وقدم العصر في أول وقته، وأخر المغرب إلى آخر وقته وقدم العشاء في أول وقته، فكانت الصورة صورة جمع، ولكن الحقيقة كل صلاة في وقتها. ومن العلماء من قال لا، نفعل هذا مرة على سبيل التسنن، نجمع بين الظهر والعصر والمغرب، ولا بين الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا، ولو مرة في أعمارنا حتى نصيب السنة. ومن العلماء من قال لا، إن هذا الحديث من غير عذر من خوف ولا مرض، أي لأعذار أخر، يعني مثلا طبيب دخل يجري عملية جراحية ستستنزف وقته من الساعة الواحدة ظهرا إلى غروب الشمس، فستفوت العصر، يمكن أن نجمعها مع الظهر حينئذ. طالب دخل في الامتحان وسيفوته وقت صلاة من الصلوات، جاز له أن يجمعها، والله أعلم.